وفي هذا الشأن أكد محمد جعفر بوحميد رئيس المعلومات الصناعية في إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أكد خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن مبادرة صنع في البحرين تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية في المملكة وتعزيز ثقة المستهلك بالصناعة المحلية وذلك لزيادة الناتج المحلي. التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولله الحمد من إصدار 265 شهادة لعلامة صنع في البحرين منذ ترشين العلامة في يناير العام الماضي. طبعا تهدف هذه المبادرة إلى هدفين رئيسيين، هما الهدف الأول دعم الصناعة الوطنية بمملكة البحرين وتعزيز ثقة المستهلك بالصناعة المحلية وتوجيه المستهلكين نحو اقتناء المنتج الوطني كبديل للمنتجات المستوردة اللي بدورها سيساهم في زيادة الناتج المحلي. كما تهدف أيضا هذه المبادرة إلى تحفيز المصانع الوطنية على الاستمرار من خلال تطوير منتجاتهم وخدماتهم المحلية وتعزيز قدراتهم للتصدير، واللي من شأنها ستساهم في الاستقرار المالي للمنشآت الصناعية، كما ستخلق أيضا فرص وظيفية جديدة يعود بنفعها على المواطنين.